السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم فيديو خاص اللي غيكون شراكة مع الاخت عائشة من قناة عائشة ريسيبيس، القناة اللي كتهتم بالطبخ المغربي والعالمي والعربي بشكل مبسط وسهل وبتقديم رائع. قناة رائعة كنتمنى تزوروها. غنخلي لكم رابط هذه القناة في صندوق الوصف. قمنا بعمل وصفتين، بالنسبة لي انا غنقدم لكم اليوم مثلث الكيك بطريقه سهله بشكل جديد وبمذاق رائع. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه السهله والبسيطه والسريعه في التحضير، مكونات متوفره عندكم في البيت ديالكم. بالنسبه للاخت عائشه فغتقدم لكم اليوم كيك قدره قادر بدون فرن، سهله وسريعه التحضير وبمذاق رائع. كنتمنى يعجبكم الوصفتين اللي غنقدموا لكم اليوم. بالنسبه للوصفه ديال الاخت عائشه فغتلقاو رابط ديالها في صندوق الوصف. تابعوا معي الان الفيديو. بالنسبه للمقادير اللي كنحتاجو لهاد الوصفه، غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، كاس ديال الزيت مقدار 125 مللتر من الزيت، كاس من الحليب مقدار 100 مللتر، وكنحتاجو كاس من السكر حبيبات مقدار 125 غرام، جوج الاكياس من خميره الحلويات مقدار 14 غرام، وغنحتاجو الدقيق اللي غيكون حسب الخليط. بالنسبه لهنا استعملت جوج الكيسان مقدار 200 غرام من الدقيق. غنبداو الان تحضير هذا الوصفه. بالنسبه لطريقه التحضير غناخذو 4 ديال البيضات وغنضيفو لهم كاس من السكر حبيبات، غنقومو بالمزج ديالهم جيدا. من بعد فحنا غنضيفو كاس ديال الحليب مع كاس ديال الزيت، وغادي نستمروا في الخلط. انا نبداو نضيفو الدقيق ديالنا مع التخليط، وغادي نضيف جوج الاكياس من خميرة الحلويات، غنستمر في. بعد دخلت جميع المكونات غناخذوا قالب ديال الكيك يكون بشكل مربع من الافضل، وغادي نصبوا فيه الكيك بهذا الشكل. غادي نوزع الكيك بشكل متساوي في القالب. الان غادي ندخل الكيك ديالي الفرن على نار متوسطه حتى تطهى جيدا، من بعد غادي نكملوا طريقه تحضير هاد الكيك. بعد ما كتوجد الكيك ديالنا كنخليوها حتى كتبرد تماما، من بعد فحنا غنقوموا بالتقطيع ديالها. اولا غنقطعوها على شكل مربعات اللي غادي تكون متساويه في الحجم، نقطعوا الكيك ديالنا كملت لكم على شكل مربعات تكون متساوية في الحجم. بعد ما قطعنا الكيك ديالنا كامل على شكل مربعات كما كتشوفوا معنا، فاحنا كل مربع كنقسموه من الوسط ديالو حتى كنحصلوا على مثلثات بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. الان غنمروا لطريقة تزيين الكيك. بالنسبه لتزيين الكيك كنحتاجو كاس من الحليب، غادي نحتاجو هنا استعملت 5 القطع ديال الشوكولات مقدار 71 غرام ديال الشوكولات، غادي نحتاج ملعقه من الكاكاو او بودره الشوكولات بدون شوكولاته بدون سكر، غنحتاج واحد الملعقه ديال السكر، وغنحتاج مبشور جوز الهند للتزيين. بالنسبه لطريقه تحضير هذه الصلصه باش غادي نزينو الكيك ديالنا، غناخدو كاس ديال الحليب، غادي نضيف له ملعقة من بودرة الشوكولا، غنضيف له أيضا ملعقة من السكر حبيبات أو الشوكولات، أو غادي نوضعهم فوق من النار حتى كيدوب الشوكولات وكتندمج هاد المكونات مع بعضياتها. بعد ما كنسخنوا الخليط ديالنا فوق النار حتى كيذوب الشوكولات وكتندمج كاع المكونات اللي وضعنا فيه كنخليوه حتى كيبرد. الان غادي ناخذوا المثلثات ديال الكيك ديالنا، غادي نوضعوا الجوانب في هذا الخليط ديال الشوكولات اللي وجدنا،
ومن بعد فحنا غادي نوضعوهم في جوز الهند المبشور بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا، وغادي نحطهم الان في صحن التقديم. ساستمر على نفس العملية بالنسبة لباقي قطع الكيك الموجودة عندي. هذه طريقة سهلة وجديدة باش نقدموا بها الكيك ديالنا. كيكون هذا هو الشكل النهائي لطبق اليوم اللي هو كيك المثلثات بشكل رائع ومذاق لذيذ جدا. أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة السهلة والسريعة التحضير وطريقة جديدة في تقديم الكيك. لا تنسوا أن تجربوا هذه الوصفة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا بوضع جيم لهذا الفيديو، اشتراك في القناة للتوصل بجديد القناة، وأيضا بارتاج للفيديو ليستفيد منه الجميع. شكرا على تتبعكم وعلى وفائكم. للاطلاع على المزيد من الوصفات لا تنسوا زيارة الموقعين chefmariam.com، أيضا موقع شهيوتي. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم وحلقة قادمة بإذن الله.